من هنا من ميدان الشحانية في هذا اليوم الخاص بالكبار، اليوم الأربعاء 18 من مارس لعام 2015، حيث تواصلنا في صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة 6 من صباح هذا اليوم على الأشواط الخاصة بالثنايا، وها نحن نسير أيضا بتسلسل أشواط الكبار من الحيل والزمول. انطلقنا مع الشوط الرئيسي الأول وكان شعارا حاضرا من دولة الإمارات العربية المتحدة وممثل الوثب الدائم ناصر بالعوض المنهالي، حضر مع طلب لتنتزع النقطة الأولى الخاصة والنقطة الرئيسية الخاصة بالحيل، لينطلق شوط جديد لا يقل أهمية بأسمائه ومن يتواجد بكشف المشاركين، لا يقل أهمية عن الشوط الأول. هذا هو الشوط الرئيسي الأول الخاص بالزمول، انطلق واندفع بهذه المجموعة الكبيرة 26 اسم مشارك في هذا الشوط. أبدأ مع المركز الأول، غزيلان على المركز الأول، ملكية لعلي بن سعيد بن علي آل بريس المري مع المركز الأول، وشاهين يحتل المركز الثاني، رقم 6 علي بن سعيد بن حلفان آل بريس المري مع المركز الثاني. انتقل إلى فراع بالمركز الثالث، حمد بن متعب بن حمد المنخس المري على المركز الثالث، شعاره ينطلق. المركز الرابع نشوف إدخان على المركز الرابع لخليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني على المركز الرابع، والمركز الخامس يتواجد وينطلق فيه قطر ساتي اللي يحمل الرقم 1 وملكيت لصالح بن علي بن جابر المطوع المري. إذن هذه الأسماء إخواني المتابعين. إذن هذه الأسماء إخواني المتابعين المنطلقة والمندفعة الخمسة المتناثرة في ميدان الشحانية. يا سلام، شوط رئيسي، شوط أول، شوط حساس، اندفاع أسماء كبيرة حاضرة في هذا في هذا في هذا الصباح. الشوط الأول الرئيسي، الله، شعار بن حلفان مع المركز الأول، مع المركز الأول ينطلق ويندفع، يندفع في المركز الأول. شاهين علي بن سعيد بن حلفان آل بريس المري مع المركز الأول مندفعا منطلقا بهذا الانطلاق المميز. يا سلام يا سلام، أجواء أجواء ولا أروع اليوم عندنا، أجواء ولا أروع اليوم، أجواء مميزة في ميدان الشحانية هنا مع هذا العرض ومع هذا الرقص الشحاني مع الكبار ومتعة الكبار. شوفوا جمهوره، شوفوا جمهور الكبار إخواني، له جمهور خاص، له جمهور، له محبين، له عشاق هذا السن، سن الكبار. وهذا الشوط مع هدير الزمول، الله 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 الله. المركز الثاني غزيلان، غزيلان علي بن سعيد بن علي آل بريس المري على المركز الثاني يحمل الرقم 18، والمركز الثالث نشوف على المركز الثالث وانطلاق ثالث المراكز. هنا دخان خليل بن منصور بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني على المركز الثالث، على المركز الثالث، هذا خطير والله. هنا ينطلق مع انتصاف المسافة، هذه لوحة 3 كيلومترات، والمركز الرابع فراع على المركز الرابع، أيضا خطير صاحب إنجازات، هذا صاحب إنجازات حمد بن متعب بن حمد المنخس المري على المركز الرابع. وأختم النداء عند قطر سات اللي يحتل المركز الخامس، أحد الأسماء المرشحة عليه الرقم 1، يطمح صالح بن علي بن جابر المطوع المري في أن يحقق بهذا الانطلاق الرقم 1 وأن يفوز بهذا الشوط. لكن أسماء بعد الخمس، يا سلام، أسماء بعد الخمس قوية قوية، شعارات حاضرة، شعارات حاضرة، يا سلام، انطلقت الزمول، غردت الزمول، راحت الزمول، يا سلام،
والله بن حلفان راح يا اخواني، اقولكم بن حلفان راح، بن حلفان راح هناك هناك، انطلق مع شاهين علي بن سعيد بن حلفان المري مع الشوط الرئيسي الاول، مع الشوط الاول، الشوط الاول غير، الشوط الاول غير يا المكسور، الشوط الاول غير. هذا هو شاهين علي بن سعيد بن حلفان، شوفوه على الكادر الفوقاني، على الكادر الفوقاني يرقص رقص شحاني اصيل، رقص شحاني، هذا صاحب انجازات، رصيده مليء بالانجازات، علمتكم ان رصيده مليء بالانجازات يا مالكي قطر سعد، ايضا احد الاسماء المرشحه في هذا الشوط، لكن الموقف خطير، الموقف خطير، لا زالت الامور والقياده عند بن حلفان، المركز الاول، المركز الثاني، غزيلان علي بن سعيد بن علي آل بريس المري، أحد ضيوفنا من السعودية، هذا من السعودية دكتور، من السعودية على المركز الثاني، على المركز الثاني ينطلق، يطمح أن يحقق أبناء السعودية ناموسا صباحيا في هذا اليوم مع أشواط الزمول. والمركز الثالث اللي يترقب الموقف دخان، دخان أحد المناطق الجميلة عندنا في دولة قطر، هنا خليل بن ناصر بن منصور الشهواني سمى هذا البعير على أحد المناطق المميزة هنا، هذا هو دخان، هذا هو دخان على المركز الثالث والمركز الرابع، يقترب يا بن حلفان، دخان يقترب على المركز الثالث والمركز الرابع، يصل فراح، قلت لكم احد الاسماء المرشحه في هذا الشوط، هنا فراح حمد بن متعب بن حمد المنخس المري، دائما يتغلغل في الشوط الرئيسي، دائما يحاول ويفوز في الشوط الرئيسي، بينما المركز الخامس في هذه اللحظه يبقى قطر سات على المركز الخامس في هذا الانطلاق محافظا على المركز الخامس، ملكية لي صالح بن علي بن جابر المطوع المري، هذه لوحة الألف ومئتين نحن من أمامها عبرنا، ولا زالت القيادة عند بن حلفان، عند بن حلفان على المركز الأول، على المركز الأول شاهين دماء شهني، دماء شاهين الأصيل، دماء شاهين الأصيل، يا سلام، الله، انطلق في هذه اللحظة، انطلق في هذه اللحظة شاهين وشعار بن حلفان، شعار لا تغيب عنه الشمس، لا تغيب عنه الشمس، المتابعة هنا عن جال بن حلفان يتابعون هذا العملاق اللي انطلق هنا، سالم يتابع في هذا الانطلاق، هذا هو على المركز الاول في كادر محافظا على المركز الاول، الكادر الفوقاني لشاهين ولشعار بن حلفان في هذا الشوط، لشعار بن حلفان اللي منطلق، لكن اللي وصل يا سالم، اللي وصل دخان على المركز الثاني، خليل بن ناصر بن منصور الشهواني وصل، الله، قلت لكم خطير الشهواني التهم شاهين دخان غير في الشوط الرئيسي الأول، الله، انطلق الشهواني مع المركز الأول، مع دخان حافظ على الشوط الرئيسي الأول، ليبقى شحاني وناموس شحاني، وهذا هو دخان، خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يفوز في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالزمول، تهانينا لك يا الشهواني على هذا الفوز، وهذا هو شهين لعلي بن سعيد بن حلفان المري على المركز الثاني، قطر سات يصل بالمركز الثالث، صالح بن علي بن جابر المطوع المري، والمركز الرابع سراب حمد بن غانم بن حمدان الفلاحي، والمركز الخامس يصل شقران راشد بن حمد بن راشد بن حمد الفزيرة. إذن تألق الكبار وإبداع الكبار وإمتاعها في هذا اليوم الاستثنائي الخاص مع الكبار، لكن المسافة 6 كيلومترات طبعا، ولكن متعة الكبار غير، أسماء عرفناها من خلال ما سجلت من إنجازات كبيرة في مسيرتها الرياضية، تهانينا والناموس لمالك دخان، 9:49 الثانية، 50 جزءا من الثانية دخان لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني، تهانينا والناموس، المركز الثاني
المركز الثاني شاهين لعلي بن سعيد بن حلفان المري، وصل ثانيا توقيتها الزمني 9:56 19 جزءا من الثانية. تهانينا لابن حلفان على هذا الفوز. بينما المركز الثالث احتل وفاز فيه قطر ساتري صالح بن علي بن جابر المطوع المري، فاز بالمركز الثالث توقيت الزمني 70 جزء من الثانية، والثانية 1:10 توقيتا سجل مع صاحب المركز الثالث. تهانينا والناموس لكل الفائزين.